تلك واحدة من الجبال المحيطة بمنطقة أنطاكيا في مدينة هاتاي جنوبية تركيا، جبال تحتضن صوراً عديدة من الجمال، هذه إحداها. شلالات حربية لا تسكت مياهها عن العزف بألحان الطبيعة. المكان جميل جداً، الهواء نقي والرائحة رائعة. نأتي هنا دائماً للاستجمام، ما ينقص هو بعض الاهتمام من البلدية لجعله مكاناً جاذباً أكثر للسياح الأجانب. في الجبل وحول مجرى مياه الثلوج الذائبة المنسابة من سفوح المرتفعات أقيمت هذه المطاعم، لكن رغم جاذبية جلساتها فإنها تشكو تراجع عدد الزوار. بعد البانديمي ضلينا سنتين مسكرين، بعد هلق فتح شوي شوي، بقى تنجس إن شاء الله بعد بيسكر المكتب المدارس إن شاء الله بيصير شغل كيس. أما الطريق المؤدي لشلالات أنطاكيا وتحديداً في منطقة هاتاي فهي سوق صغير، بضاعته تعكس تراث المدينة وما فيه من تعايش بين ديانات سكانها وعربية ألسن كثير منهم. هذا حجر بنشغله نحن بإيدينا لما من الجبل، يعني حجر طبيعي. هذا صار له نحن هالحجر نشغله عن 100 سنة، كان جدنا وأبونا بيشتغلوا ونحن تعلمنا من صغرنا. عنا يهود وعنا مسيحي وعنا مسلمان، منعيش كلياتنا إخوة بعافية وبصحة وبصلح. الاهتمام بصخور الجبال يتجسد في هذه المنحوتات التي تزين المكان وتروي جانبا من حكايته. ويبدو أن المدينة تحاول أن تحقق أكبر استفادة ممكنة مما تحوزه من طبيعة جميلة وإرث تاريخي، مزجتهما سوياً ليصنعا هذه اللوحة البليغة في التعبير. محمد المشهر، وسكان نيوز عربية، أنطاكيا.